من فيرجينيا محمد العالم، الكاتب والصحفي والباحث السياسي المختص في الشؤون الأمريكية. سيد محمد، أهلا بك معنا في هذه التغطية. إذن مع هذه الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى فصائل وميليشيات قالت إنها تتبع إيران، أو أن الأماكن التي تم استهدافها هي مواقع إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني، مع هذه الصورة ومع فرض عقوبات جديدة على يعني كيانات تدعم النشاطات لهذه الفصائل وغيرها، كيف يمكن أن تتسق الصورة بالقضاء أو محاولة تكفيف هذه الفصائل أو جهدها وحركتها واستهدافها للقوات الأمريكية في ظل صورة مشابهة لفرض عقوبات على كيانات في الأزمة الأوكرانية الروسية ولم تؤتي أكلها حتى الساعة؟ نعم، أهلا بك بالسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه الضربات ربما تحيد هذه الأطراف على المدى القريب، وهذا ما تستهدفه إدارة بايدن. يعني إدارة بايدن حاليا همها الكبير هو عدم تكرار هذه الحوادث في هذه الفترة المهمة انتخابيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتالي قد تحقق الأهداف القريبة منها، لكن على المدى البعيد لا أعتقد أنها ستكون مؤثرة بشكل كبير إذا استمرت الأمور على نفس الشكل في الشرق الأوسط، وخصوصا في الأحوال في قطاع غزة وإسرائيل. وبالتالي الأمور السياسية سيكون لها دور كبير في الفترات القادمة إذا لم يعني تخفف حدة هذه الأمور. فأعتقد أن يعني القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مهددة بمزيد من الحوادث، خصوصا أن أطرافا دولية ربما تكون تتدخل في هذا الأمر إلى جانب إيران، لأن يعني بعض الأطراف تحارب الولايات المتحدة الأمريكية بالوكالة حاليا، وقد تستخدم هذه الميليشيات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك اعتقاد أن الحرب الروسية الأوكرانية نفسها هي عبارة عن حرب بالوكالة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحارب روسيا في أوكرانيا من خلال، وهذه أيضا حرب بالوكالة. وأنت تعلم أن لا إيران ستضرب أمريكا ولا أمريكا ستضرب إيران، يعني وإنما الساحة المشتعلة مع الأسف هي سوريا والعراق، ساحات الصراع التي يتضرر بها البلدان قبل غيرهما. إذن في ظل هذه الحرب بالوكالة، ما هي المكاسب التي يمكن أن يحققها الجانب الأمريكي من هذه العمليات؟ ضربة ب 125 مقذوف وصاروخ وقنبلة ذكية كما قالت الأخبار، واستهداف لسبعة مواقع مختلفة، أربعة في سوريا، ثلاثة في العراق، أكثر من 85 هدف. كل هذا الحجم ماذا يمكن أن يقدم بشكل فعلي للقيادة الأمريكية أو لأمريكا في المنطقة؟ ما هذا الأمر؟ يعني أمريكا يعني هي الرابح الأكبر في كل الأحوال، لأن هذه القوات تؤمن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وفي منطقة الشرق الأوسط حاليا، واحدة من أهم المناطق في العالم ومستهدفة من معظم القوى ومن ضمنها روسيا والصين. وبالتالي تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة أولا يؤمن الولاية، يعني ولاية أمريكية أخرى وهي إسرائيل، وعمق القوم الأمني الأمريكي، ثم يؤمن المصالح الأمريكية ويحافظ على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية عالميا. إذا ما حدث فراغ في هذه المنطقة فملؤه بالتأكيد سيكون من الجانب الروسي والجانب الصيني، وهذا سيكون ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها وفكرة الحكم يعني من جانب القطب الواحد. وبالتالي التواجد وهذه الهجمات الرابعة يعني تؤمن هذه القوات وتؤسس إلى تواجد أمريكي بعيد المدى. كان هناك يعني بعض الحديث في السابق بعد أن خرجت القوات الأمريكية من أفغانستان أنه سيكون هناك تقليل للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، لكن بعد الأحداث، وهذا كانت سياسة الرئيس بايدن عند قدومه إلى سدة الحكم، يعني اعتبر ملف الشرق الأوسط، ملف الفلسطيني وملف الوجود في العراق هو ملف خامس من أولوياته، فبالتالي يعني كان بعيدا كل البعد عن اهتماماته. ما الذي دفع إلى أن يطفو أو يرجع ثانية هذا الملف إلى السطح
أو إلى أن يكون من أولوياته، وسيؤثر ذلك على واقع انتخابات بايدن أو في أو تجديد التجديد للولاية الثانية له؟ نعم، الأحداث على الأرض هي التي فرضت نفسها وغيرت وجهات النظر. يعني التهديد الأكبر جاء إلى إسرائيل، وكما قلت باعتراف الرئيس الأمريكي نفسه أن يعني أنه إذا لم تكن هناك إسرائيل لأوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية بما لها من أهمية قصوى للأمن القومي الأمريكي ومكانة أمريكا في العالم، وبالتالي الأحداث فرضت نفسها. ويعني ربما الولايات المتحدة الأمريكية نشط يعني قوات إضافية في الشرق الأوسط على غير المعتاد بناء على الأحداث في قطاع غزة، وأعتقد أنه من الصعب يعني أن يتم تقليل هذه القوات في التوقيت الحالي، لأن الأحداث الحالية تنبئ بالمستقبل، والمستقبل ربما يكون أكثر يعني نوعا ما سوداوية. هناك توقعات بأن تكون هناك شرارة لحرب عالمية ثالثة حتى وإن لم تحدث الآن، لكن على المدى الطويل بالتأكيد الأحداث في الشرق الأوسط ستكون مؤثر كبير في الحرب العالمية الثالثة، وبالتالي كل القوى ستكون يعني تجهز نفسها لهذه الحرب ولهذه الأحداث، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن التهديد تهديد المكانة على الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول. إذا ما نجحت الصين وروسيا وغيرها من الدول في يعني تكوين تكتلات جديدة بالتأكيد ستضرب فكرة القطب الواحد، ويكون هناك أكثر من رأي عالمي وأكثر من اعتماد ليس فقط سياسيا ولكن اقتصاديا أيضا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ستتواجد وبكثافة حتى لتأمين بعض المشروعات التي ألغتها أحداث السابع من أكتوبر التي كان متفق عليها بين إسرائيل وبين الهند، مشروعات تجارية معينة كانت ستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المقام الأول، وبالتأكيد وبالتالي تواجد الولايات المتحدة الأمريكية سيكون. لكن تلك المشروعات سيد محمد ربما ستثير حفيظة دول في المنطقة، وبالتالي ربما يعني واقع الوجود الأمريكي الذي تأثر بالفعل في السابع من أكتوبر ووفق يعني الشهادات التي خرجت والتقارير التي خرجت من أعلى المكاتب في المخابرات الأمريكية بأن صورة الولايات المتحدة بدأت تهتز في المنطقة وبدأت تأكل من جرفها بدعمها اللامتناهي لإسرائيل، فبالتالي المشاريع التي تتحدث عنها وعودة الحديث عن هذه المشاريع ربما سيثير حفيظة الدول الحليفة في المنطقة، بالتالي كيف يمكن يعني العمل بين هذين بين الرفض للمشاريع المشروع الأمريكي والقبول بالمشروع الأمريكي في المنطقة؟ نعم، هو بالتأكيد أولا هناك إجماع عالمي على أن شعبية الولايات المتحدة الأمريكية قلت كثيرا، لأن ما كانت تتشبك به الولايات المتحدة الأمريكية في السابق وهو الملف الحقوقي لأنه ضربت به عرض الحائط في المسألة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال الوقوف الكامل والضوء الأخضر الغير مبرر لإسرائيل منذ بدء الأحداث. أما الأحداث نفسها فهي بالتأكيد أثرت على أي مشروعات اقتصادية كانت تنويها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لأن نقطة الارتكاز في هذه المشروعات كانت على إسرائيل نفسها. الأحداث في 7 من أكتوبر بينت على أن إسرائيل دولة غير آمنة ولن تكون آمنة إلا إذا تم حل القضية الفلسطينية حل نهائي بإجماع دولي، وبالتالي دولة غير آمنة لن يأتي إليها المستثمرون. وبالفعل وجدنا يعني الابتعاد الهندي نوعا ما بعد أن كان هناك يعني استثمارات مباشرة واتفاقات مباشرة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ابتعدت الهند لأنها تريد أن تحافظ على استثمارات أيضا العمالة نفسها، ورأينا العمالة التايلندية هربت من إسرائيل بناء على هذه الأحداث، وبالتالي فكرة الأمن الإسرائيلي وفكرة قوة الجيش الإسرائيلي التي تفككت هدمت مع هذه المشروعات ولو لأجل يعني قصير. أما يعني المنطقة نفسها منطقة الشرق الأوسط، نعم يعني هناك دول كبيرة لن ترضى بأن يعني تكون في موضع متفرج في هذه المنطقة. أعتقد أن التحركات المصرية والمشروعات المصرية في سيناء وغيرها هي مشروعات جيدة للغاية وتحافظ على الأمن القومي الاقتصادي المصري في السنوات القادمة بناء على ما كان ينوى أن يعني يتم في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والهند، وبالتالي الأحداث هي التي فرضت نفسها وستفرض نفسها في المستقبل، وكما قلت لن يكون هناك حل
لهذه الأمور إلا إذا تم يعني وجود يعني حل نهائي للقضية الفلسطينية، وهو مسألة حل الدولتين بإجماع واتفاق دولي، وليس فقط موافقة أمريكية إسرائيلية أوروبية. لابد أن يجتمع العالم أجمع على هذه القضية، بما أن التعاطف عالمي حاليا والرأي العالمي يريد أن يعني يعود الحق إلى أصحابه في فلسطين، وبالتالي لن تحل أي يعني طرف من هذه الأطراف، لن يكون في مأمن إلا إذا حلت القضية الفلسطينية. ضيفي قبل حضرتك سيد أحمد رأى بأن الفصائل أو الميليشيات في المنطقة في العراق وسوريا ستهدئ من طبيعة التعامل مع القواعد العسكرية وفق الرؤية الإيرانية بأنها يجب أن تهدئ طبيعة هذا الصدام حاليا. كيف ترى هذا الموضوع؟ هل يمكن أن ترد تلك الميليشيات على عملية الاستهداف الأخيرة، أم أن بالفعل سيذهب الموضوع إلى التهدئة؟ بالتأكيد ستهدئ، لأنها مجرد ذراع يعني لصالح إيران. هذه الجماعات يعني لا تعمل لصالح الشرق الأوسط، بل بالعكس تعمل ضده. مثل مثلا إذا ما نظرنا إلى مسألة الحوثيين على سبيل المثال، هم لا يعملون يعني في مصالح الشرق الأوسط بقدر ما ضربوا اقتصادات دول في الشرق الأوسط، لم يؤثروا على إسرائيل نفسها، ولكن أثروا على دول عربية من ضمنها مصر. وبالتالي الميليشيات في العموم لا تعمل في الصلاح العام، ولكن تعمل بناء على تعليمات محددة أكثرها من إيران، لأن إيران هي المسيطر الأكبر على هذه الجماعات، وبالتالي إيران هي من تحركهم بناء على مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية. الضربات الأمريكية ستحد كثيرا من قوة هذه الميليشيات، وبالتالي ليس من صالح إيران أن تتمادى في هذا الأمر. أعتقد أن هذه الأمور تستغلها إيران للرد على أحداث حدثت في السابق. إذا ما عودنا إلى الاغتيالات التي حدثت في الداخل الإيراني من جانب إسرائيل، أيضا فكرة اغتيال قاسم سليماني، إيران يعني كانت قبل هذه الأحداث لم ترد بالشكل الذي يرضاه، وبالتالي هناك استغلال الأحداث للرد على هذه الأمور في هذا التوقيت. وبالتالي كما قلت، هذه الجماعات أو الميليشيات هي مجرد يعني تحركها إيران كما تقول. نعم سيد محمد العالم الكاتب الصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من فيرجينيا، شكرا لك.